هكذا إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا الشوط الماضي، تابعنا شوط العابرة العبيد بن سعد بن حمرور العامري 9:23 انتقلنا إلى شوطنا العاشر بمجموع هذه الأشواط. الشوط العاشر أيضا يحمل فئة الأبكار المهجنات الأصايل، شوطنا أيضا الذي يودع الأشواط الرئيسية والقيادة الأولى. نتابع هنالك حيلة على المقدمة، حيلة مغير بن سالم بن حارب العميمي، بينما ننتقل مع المركز الثاني بنشوف المركز الثاني بهذه اللحظات، بنحاول نشوف الاسم مع ثاني الأسماء بهذه اللحظات. مناورة مناورة بشعار سيف بالمر بن محمد النعيمي، بينما ننتقل مع المركز الثالث، المركز الثالث هذه اللي في المركز الثالث شنذارة سلطان بن خيرة اليبهوني الظاهري. المركز الرابع وصلت دعايا يا دعايا خميس بن عبيد بن سالم الراشدي، بينما المركز الخامس، خامس الأسماء، وتابع أيضا مشغلة عمر بن بطي بن أحمد المزروعي. والمركز السادس وصلت فوضى 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 عيسى بن سالم بن عبد الله الطوقي، بينما المركز السادس، سادس الأسماء هذه أيضا مهيلة مهيلة أيضا مهيلة مع المركز السادس أو السابع بهذه اللحظات بشعار فالح بن ناصر بن فلاح بن ناصر فلاح بن مانع بن ناصر بن جابر الأحبابي يقدم لنا مهيلة، بينما المركز الثامن هذه غلا خالد بن أحمد بن علي البلوشي، والمركز التاسع تتقدم غيارة الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، بينما المركز العاشر شديدة مسلم بن محمد بن حمرور العامري. من يقدم لنا شديدة على عاشر الأسماء؟ هذه النتيجة والنداء الأول للعشرة الأسماء الأولى. نتابع شعارات الخلف الكادر الإعلامي، هنا شعارات أبناء القبائل التي لم يحين موعد دخولها، ونعود إلى الصدارة. وحيلة وما فيك حيلة يا حيلة، وما فيك حيلة يا راعي حيلة. بالفعل مغير بن سالم بن حارب العميمي من يقدم لنا حيلة الباحثة عن النقطة الثانية بهذا الصباح، الباحثة عن النقطة الثانية بالفعل، حيث قدم لنا السليماني بالفعل هذا الشعار بهذا الصباح. وهنا يقدم حيلة مغير بن سالم بن حارب العميمي، والمركز الثاني أتابع مناورة سيف بالمر بن محمد النعيمي حاضرا مع مناورة وسلالة مناور سلالة الطائر بالفعل، بينما المركز الثالث شنذارة غادمة بشعار اليبهوني وهالي ميدان التراث بالفعل حاضرين مع شنذارة سلطان بن خيرة اليبهوني الظاهري. والمركز الرابع
رابع على سماء. هنا ايضا دعايه خميس بن عبيد بن سالم الراشدي قادم مع دعايه في رابع على سماء. المركز الخامس تتقدم فوضى عيسى بن سالم بن عبد الله الطوقي من يقدم فوضى، وايضا تبغي تسبب الفوضى بالفعل المركز السادس وتابع غلا خالد بن احمد بن علي البلوشي والدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ من الجانب الاخر مع غياره، وغيرت غياره بالفعل نتاخر الى المركز الثامن بعد السبع المراكز الاولى الى ثامن التحديات. بنشوف اللي في المركز الثامن، بنشوف الاسماء القادمه. وصلت القادمه غزل يا غزل محمد بن سليم بن سالم الاعفاري، والمركز التاسع بروق مع تاسع الاسماء بروق احمد بن سيف بن راكان الوهيبي قادم بوشهاب مع بروق احمد بن سيف بن راكان الوهيبي. المركز العاشر اتابع ملوح سعيد بن محمد الكليل العامري. هذه النتيجه نداءنا الاول والنداء الثاني، هذا النداء الثاني للعشره الاسماء الاولى وللعشرة الشعارات. ونعود إلى المقدمة، لا زالت حيلة هي الغائدة التي هنا تتراس هذا التحدي، تتراس هذا الاجتماع الكبير مغير بن سالم بن حارب العميمي، ولكن غيرت غيارة هنا على المركز الأول بشعار الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ من يقدم لنا غيارة يا غيارة تبى تغير إلى الفوز إلى الناموس، وبالفعل هي الآن في موقع الناموس في موقع الفوز والانتصار. غيارة المركز الثاني فوضى، وصلت فوضى تبى تسبب الفوضى عيسى بن سالم بن عبد الله الطوقي. ركز يا الطوقي، ركز مع فوضى بهذا الانطلاق. المركز الثالث حيلة مغير بن سالم بن حارب العميمي. المركز الرابع دعاية خميس بن عبيد بن سالم الراشدي قادم مع دعاية. المركز الخامس بروق، غيرت بروق ووصلتكم بروق من الجانب الآخر أحمد بن سيف بن محمد بن راكان الوهيبي. يلا يا أبو شهاب، ويتابعها أيضا سيف بن راكان الوهيبي أيضا سيف بن محمد بن راكان الوهيبي من يتابع بروق من الجانب الآخر. وصل الكليلي ملوح قادمة سعيد بن محمد الكليلي وعبدون بن سعيد الوهيبي من يتواجد مع ملوح. بهذا الانطلاق بدأت الأسماء تصل، الشعارات قادمة ووصلت شديدة مسلم بن محمد بن حمرور العام أمري يقدم لنا شديدة. الأسماء قادمة، الكيلو الأخير الكيلو المثير، كيلو السرعة كيلو التحدي كيلو الصراع. يلا يا مضمرين، يلا يا متابعين. بدأت الجهازات، بدأت أيضا جهازات الصوت سماعة الصوت بدأت هنا تنطلق من المقدمة. فوضى عيسى بن سالم بن عبد الله الطوقي بدأت تسبب الفوضى على المركز الأول. ولكن دير بالك يا الطوقي، الكليلي مع المركز الثاني، مجوهرات الكليلي ملوح مع ثاني الأسماء بشعار سعيد بن محمد الكليلي العامري. المركز الثالث شديدة، ووصلت شديدة مسلم بن محمد بن حمرون العامري، والركض فيه شدة يا راعي شديدة. المركز الرابع وصلت مهيلة فلاح بن مانع بن ناصر الأحبابي. الله يا سلام يا فوضى، وبالفعل سببت الفوضى، وقلنا لكم بتسبب الفوضى. فوضى عيسى بن سالم بن عبد الله الطوقي، يسعد الله صباحك بكل خير يا ابو سالم. سلام فوضى يا الطوقي، سلام تهانينا والناموس لعيسى بن سالم بن عبد الله الطوقي. المركز الثاني ووصلت مع المركز الثاني اللي هي ايضا مهيله فلاح بن مانع بن ناصر الاحبابي. المركز الثالث
ثالث الأسماء. إذا مشاهدينا الكرام وصلتنا على المركز الثالث اللي هي أيضا ملوح. المركز الثالث ملوح سعيد بن محمد الكليلي العامري. المركز الرابع رابع الأسماء وصلت شديدة مسلم بن محمد بن حمرور العامري. والمركز الخامس بروق. بروق مع المركز الخامس سيف بن محمد بن راكان الوهيبي. هكذا إذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا التحدي والصراع. التوقيت الزمني توقيت هذا الشوط 9:32:30 و30 جزءا من الثانية.